السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا شباب اليوم في معانا من ركن السماحة لشاشة السيارات صيانة شاشة، في معانا لكزز اي اس 250 2016. طبعا تم اصلاح الشاشة، الشاشة طبعا كانت واقفة بالمرة معلقة على شعار لكزز، وهذه الشاشة الان شغالة معانا، وهذا حبيبنا الله يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي، رحت على اكثر من واحد ما ضبطني الا هو. والله الله يسعدك يا حبيبي، تستاهل كل خير. وهذه هي الشاشة الآن شغالة معنا، طبعا كانت معلقة على الشعار، شغالة ما شاء الله، يعطي خيرها ويكفي شرها إن شاء الله. طبعا زي ما قلنا لكم 2016 IS 250، طبعا كانت معلقة على الشعار بهذا الشكل. جيب المفتاح بالله يا حبيبي، كانت معلقة على الشعار زي هذا الشكل، على شعر الكزز ما تفتح بالمرة. الآن ضبطناها، لا ما شاء الله تبارك الله.